السعودية وتركيا بلدان كبيران، الأولى أرض الحرمين الشريفين والثانية عضو في الحلف الأطلسي. الجسر بينهما لا يمكن أن ينقطع، أو هكذا يعتقد كثيرون على طرفي ذلك الجسر. حادثة جمال خاشقجي أدخلت تلك العلاقة في أكبر مأزق عرفته في تاريخها. لكن خطاب أردوغان حولها يفتح نوافذ سياسية وعملية يمكن أن تشكل أرضية للخروج من الأزمة. أردوغان قال إنه يثق بنية الملك سلمان، واعتبر أن العاهل السعودي يلعب دوراً محورياً. الرئيس التركي رحب بالخطوات التي اتخذتها السعودية باعتقال وعزل موظفين ومسؤولين مرتبطين بالعملية الأمنية الفاشلة في اسطنبول. وبهدوء اقترح أردوغان أن يسلم السعوديون المتهمين لمحاكمتهم في اسطنبول، لغة لا تشبه بشيء لغة مطالبته أمريكا بتسليم فتح الله جولن على سبيل المثال. ومنذ بداية أزمة خاشقجي صدرت من تركيا تصريحات رسمية هادئة، وصدرت من وسائل أعلامها تسريبات شرسة وموجهة ضد السعودية. فهل ينهي خطاب أردوغان هذا النهج، أو هو حلقة جديدة من النهج نفسه؟